سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اخباركم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا صحه جيده واموركم هانيه. صراحه اليوم ما صورتش حاجه حيتاش هكا مشيت قديت. المهم وهذا اليوم هاي غادي نصور معكم داكشي اللي كثر الله وداكشي اللي مشيت قديت وهبط للمدينه باش نجيب ريدويات ديال البوطاجي ونجيب الريدويات هكا اللي غادي نغطي ديال الثلاجه وداكشي. ناويين فيني الكوزينه اليوم بالحق فيني خاصها غير شي دقيقه وتحول الثلاجه كيف ما قلتوا لي والكونجيلاتور والمجوره يتحولوا هنايا والبطاطا تحول ليا. ايوا صافي هادشي اللي كاين. ومهم غادي نشارك معكم القضيه اللي تقديت ومشيت تقديت القضيه. شوفوا بنتي اللي كنمشي بوحدي ما كنفوتش 300 درهم هادشي ديال المرجان. ايوا اللي مشى معايا هوايا دي طاحتي هاي مريم ملي بقيت نمشي معاك للمرجان كان هي كتجامل كديري مونطا وجامل على السمار وخرجتي لي للمرجان لي شوف الله يحبك. قلتو حتى انت ولادك لي زيتو كاع كما تنهار ما شريت والو نهار قديت قال لي وبعدين. المهم علينا مشيت للسوق اليوم تقديت صراحه خضره غاليه ومزوينات خضره غاليه ومزوينات صراحه. المهم نشارك معكم داكشي اللي تقديت بسم الله. جوج وريدويات اللي درت فيهم هاد الوريضات في الزرق اللي درت الريدويات اللي درت فيهم الوريضات في الزرق وقلت لي خرج ليا منهم حتى سريبتات الى شطو. ومهم منين هبط بغيت نجيبهم غادي نفصل ناط غادي نفصل واحد ناط للصالامونجي صافي صافي زوينين خمسة دراهم وفايتهم زوين. المهم قديت الزيتون قديت واحد رابعة شوفي ايه ناس باش نشوف واحد رابعة ديال الزيتون الأسود رومية وخديت رابعة ديال الزيتون الأسود بلدية حيتاش هاد البلدية تكون شوية حارة على هاد الرومية. صافي وخديت هكا واحد جوج حامضات انا عندي حامض غير هذا المصير كيعجبني زيتون تاع الدار تاع الصيف مخديتوش لان عندي وخديت نص كيلو ديال الزيتون مقطع هذا غنحتاجو ان شاء الله للعمير غنشارك معاكم باي وغير نشارك معاكم الانستغرام وين داكشي اللي كتب الله غادي نشارك معاكم بطبيعة الحال. المهم انا خديت نص كيلو ديال الزيتون مقطع ونص كيلو ديال الزيتون الاسود. المهم نص كيلو رابعة دايره 80 نص كيلو 160 يعني كيلو 320 صافي غادي راكم عارفين انا ربيع البنات كنصيبو ونغسلو ونقطعو ونديرو في الكونجيلاتور دائما. خدت ربيطة ديال الكاطس الصراحة تشهيت هي الحريرة الحمرا وغادي نديرها تنغدا ان شاء الله ونديرها. المهم خديت ربيع خديت مطيشة مطيشة صراحة غالية خديت جوج كيلو كل كيلو بخمسة دراهم يعني جوج كيلو بعشرة دراهم مطيشة. وبالنسبة للبقة ديال البنات هادي راه ديال 15 يوم وبعض المرات كدير ليا حتى 22 يوم. مالك بنت عندك كتحبس سير راسي احبس صافي كما قلت لكم هاد البقة ديال بعض المرات كدير ليا حتى كتفوت ليا 15 يوم. خديت واحد رابعة ديال الفلفلة حارة غادي نغسلها ونديرها في الكونجيلاتور فيما كنبغي نصب طويشي كيما نصب حيدة ونديرها في الطاجين من الفوق. المهم رابعة ديال الفلفلة بجوج دراهم عيطي عليا خديت البصلة هادي كنحتاجها هكا في العماير وسميتو خديت ثلاثة كيلو البصلة دايرة خمسة دراهم خضرة كاملة غالية كيما قلتليكم البصلة دايرة دايرة ثلاثة دايرة خمسة دراهم. صافي خديت البطاطا البطاطا دايرة ثلاثة دراهم البطاطا خديت خمسة كيلو من
تشري. ولأن مرة كندير عديسة، مرة ندير اللوبيا، مرة ندير الحوت وهي شلاطة، شوية العسل، يعني كل الخضر والفطور كيف ما كنقول لكم. صافي هنا خديت هيفتو، خديتو الصراحة من زوين، المهم بزز باش لقيت هذا، لقيتو 3 دراهم. إيناس هاد فعلا كاملة تنسالي، خديت لقيتو 3 دراهم، وخديت الكوطة، لفتة البيضة ولفتة الصفرة، لفتة هو داير 2 دراهم ونص، يعني 50 ريال. صافي هنا خديت خديت كيلو لأنني كنحتاجو غير في الطوفة. خديت هاد البصلة صراحة زوينة وما فيهاش هاكا العظام من هنايا، يعني ملي كنبغي نصبيها كنديرها كاملة، كنحيد غير هاد الخضر شوية من الفوق، وزوينة. المهم بالنسبة لهاد البصلة خديتها ب50 ريال، خديت 5 كيلو ب250. خديت الخيار، بالنسبة للخيار البنات داير 4 دراهم، داير 4 دراهم، خديت كيلون. وخديت القريعة، القريعة البلدية كتعجبني، القريعة البلدية في الطاجين هي وجلبانة، القريعة البنات خديتها ب120، 6 دراهم، خديت هي كيلو. وصراحة هنايا عندنا حوانت مغليين شوية الخضرة، صافي ملي مشيت للسوق صراحة مشيت علاج ليا، وخديت ملي تقديت وكان عندي الدخول خديت طاكسي وجيت. ليمون داير 4 دراهم، خديت 3 كيلو، هي فوق الدراهم، وكنديرو حتى في العصير. خديت هاد البطاطا صغيورة، هاد البطاطا صغيورة البنات دايرة 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 50 ريال، وهاد لاخر دايرة 60. هادي راه طوبة كبيرة، غير أنا ستيت هي ديك الصغيورة. دنجال داير 4 دراهم، خديت لا ما عقلت واش كيلو ولا كيلو ونص، المهم دنجال داير 4 دراهم، فلفل البنات دايرة 5 ديال الدراهم، خديت هاد الخضرة 5 دراهم، وخديت حتى الحمرا 5 دراهم، فلفل منين البنات هانتوما، وغزالة مبقاش فلفلة صفرا، ولكن هانتوما خديتي الحمرا ها هيايا، على زويناتها غادي نقطعها وندير في الكونجيلاتور. وانا باقا عندي فلفلة في الكونجيلاتور، باقا مازال عندي فلفلة في الكونجيلاتور. صافي هادشي لي كاين، غادي نغسلها ونرتبها تلاجة. خديت رابعة، خديت رابعة ديال الزبيب البيض، خديت 1 كيلو ديال التومة، هاد التومة البنات بلدية، نص كيلو التومة ب500 ريال، رابعة ديال العلب ب250، وخديت واحد الرويبة ديال البركات ب450. صافي هادي القضية ديالي لي تقديت كيفما قلتليكم غدي 15 يوم، أنا سالي رتبها، وصراحة تشهيت تشهيت لي داك، جبت معايا واحد الإطرا ديال اللبن، هاهو جبت معايا واحد إطرا ديال اللبن، غادي ندير التشيشة واللبن. صافي الغزالات ديالي كيف ما كتشوفوا هنا راه رديت ميها باش غادي ندير، خليتها حتى غلات، وغادي نزيد عليها البلبوله، غادي ندير غير شويه ديال التيشا واللبن. صراحه توحشناها شحال ما بقينا درناها، والله البنات ما عرفت مالنا، ما بقيناش كنديروا هادشي ديال زمان وديال والدنا ديال والدينا، وهكايا كنا نمشيو للعربيات يوجدوا لينا يوجدوا لينا هكايا سايكوك، كنقولوا لي سايكوك باللبن والذرة، ما بقاش البنات هادشي كلشي مشى. صراحه ملي تقديت جبت معايا اطرة اللبن، ومهم قلت غادي ندير شي شو اللبن، صراحه توحشتها ومشهياها. المهم هنا غادي ندوز، صافي رديتها فوق البوطه راه كطيب، غادي ندوز باش غادي ندير الخضيره هكا نرتبها. المهم هاد البصله الخضاريه كيف ما كتشوفوا درتها في هاد الشبيكه، وغادي نخرجها هكا لاكور وغادي نحطها. وهنايا المهم الخضره ما كنغسلها ما حتى شي حاجه، كنديرها في الثلاجه هكا نيشان، وحتى كنبغي نستعمل القياس اللي كنبغي عاد فاش كنغسلو، لانني مني كنغسلها ما تتبقاش زوينه دغيا، تتخسر ليا وما كتديش ليا دغيا، يعني كتخسر وكنبدا هكا غير نرمي فيها.
صافي. ومهم درت البصله في الشبكه اللي لتحت، وهنا هي الشبكه اللي الوسط درت فيها ديك البطاطا اللي كنصبها كليضه، وغادي ندير حتى هذه الرقيقه فيها في الجنب، النص درت فيها هكا ونص هكايا صافي. وها هي يا هنايا ايناس تحيد لي القرعه وتحيد لي سميتو، وهنا الزيتون غادي نحطو تما حتى نديرو في بواطات، والربيح حتى نقيه. المهم انا ناخذ راه كنحطها هي فوق غير فوق الميده حتى نرتبها، لان الثلاجه مغسوله وكل شيء غسلتها في الدار الاخرى. المهم انا ملي كنبغي نتحول كنغسل كل شيء وما كنخلي حتى شي حاجه. هادشي اللي كاين صافي. هنايا غنحيد خيزو خيزو هاد الفوطه عندي، اللفته الصفراء واللفته البيضاء، حتى هما غادي نديرهم هكا في هاد الميكا. واش غادي نقول لكم، اللفته ما كنجيبهاش بزاف، كنجيبها كنحتاجها غير للطوفان، ومره مره كنديرها في الطاجين، كتعجبني هكا في الطاجين لان ما تتبقاش فيها داك المذاق تاع اللفت، باش ما تيعجبنيش القرعه البلديه كاع ما كنت كناكلها، ولكن دابا وليت كناكلها الحمد لله. صافي هادشي اللي كاين. غادي نرتب ديك الخضيره. المهم هنايا الزيتون غادي نديرو هكا في بواطات، والربيح حتى هو غادي نقيه، والكرافس غادي نقيهم ونقطعهم، حتى غدا ان شاء الله مشهيه غير الحريره الحمراء، وغادي نديرها ليهم ندير معاها هكا شي اقتراح بريوات ولا بيتزا، داكشي اللي كتبت بالله غادي نصوره وغادي نشاركو معاكم. صافي هنايا درت كل نوع ديال الزيتون بوحدو. المهم هنا درت زيتون مقطع، ودرت هكا حدا هذوك الحويمضات، ودرت داك الزيتون الاسود البلدي، وهنايا درت الزيتون الاسود الرومي صافي. وكيف ما قلت لكم ما جات الزيتون الحمار وما جاتش الزيتون تاع الدار، حتى باقي عندي صافي داكشي نديرهم في الشبكه كيف ما قلت لكم، وغادي نديرهم هكا صافي في الثلاجه وندوز باش نمسحهم. ومنين سالي البنات ندير رتب كل شيء في الثلاجه صافي. هنايا البلبوله مره كنحركها، وغادي ندوز هكا الكرافس حتى هو غادي نقيه ونغسلو ونخليه هكا حتى ينشف نسقطرو عاد فاش البنات باش غادي ندوز باش نقطعه هو والربيع. انا كيعجبني الربيع كي نجيبو البنات كي نصايبو هكا نقيه ونغسلو وصافي نقطعو ونديرو في كونجيلاتور. ما عرفتش واش غادي نديرو في كونجيلاتور ولا غادي ندير هي ديك الطريقه ديال هاكا اللي كتكون بالزيت وتتبقى غير في الثلاجه لتحت ما تيخسر الربيع ما حتى شي حاجه. المهم داكشي اللي درت غادي نشاركو معاكم. والصراحه ما يعني البنات ديال الغدا باقيين محطوطين ما غسلتهمش، ايوا خليهم تما تيحن عليهم الله انا ينسالي وندوز ليهم. وديك الفلفله الحمراء والفلفله الخضراء ما غاديش نخليهم في الثلاجه لتحت، حتى هما غادي نقطعهم نغسلها ونقطعها ونديرها في الكونجيلاتور. نوريكم الطريقه ديال الاحتفاظ ديالها باش تتكون عندي هاكا الفلفله واجده. تتكون عندي هكا ملي كنبغي ندير بيتزا كتكون مقطعه وكلشي غير كنشحر، وحتى البيتزا كتكون عندي في الكونجيلاتور. صراحه والله ما بقيت درتها شحال ليا ما شحال بيني وبينها، ولكن ان شاء الله غادي نعجن شي دلكاش طرحانيت وغادي نديرها في بلاستيكات ونديرها في الكونجيلاتور. صافي هنا مره كنحرك داك البلبوله. بالنسبه لانا دابا عندي البلبوله البلديه كانت صيفطات عليا دوزت الله يخليها. هادشي اللي كاين الغزيلات ديالي صافي. هنا غادي نكمل ان شاء الله تقطع ديال الربيع غادي نقطعو، و غادي نقيها البنات ما تديوش عليا راني مقلوبه، نقيه ونكمل معاكم. المهم كيف ما قلت لكم مشيت بغيت نجيب الريدويات ديال البوطاجي وديال الثلاجه وديال الماكينه، وما لقيتش السيد اللي حطيتهم عنده يتخيطوا. والصراحه قول لي من سقوعه الله جيبيهم هي هنا حداك قريب عند شي واحد يخيطهم لي، كنايا مع كناخذهم من المدينه من تحت من القيصريه، وكنخيط عند واحد السيد تمانيت وحطيت عنده. فاش مشيت اليوم قالوا لي لا راه ما كاينش، يمكن توفى لي شي حد من العائله صافي. قلت حتى من بعده رجع عنده. المهم هنايا كيف ما كتشوفوا خالتي زهره جابت لي هاد البويميله الصراحه زوينه. المهم انا بالنسبه للطواجن الطين البنات انا ما تناخذوش، تاخذوا لي خالتي زهره ديما، حتى الطواجن اللي عندي خالتي زهره اللي واخداهم لي الله يحفظها الله يخليها وطول عمرها. صافي هنا تنرقدها هكا في الماء ونشفها وندير لها الترويض. عطاتني هاد المحيبق. المهم هادي كيقولوا لها كرسي الحامات ما عرفش، قالت لي خالتي زهره كيقولوا لها كرسي الحامات
كيف ما قالت لي باقي غادي تكبر. وهذه كيف ما كتشوفوه النايف هذا اللون ديال الكرونه الصراحه زوينه حتى هي، وعطاتني واحد النبته اخر. ايوا هادشي اللي كاين. المهم عطاتني ثلاثه المحيبقات وقالت لي هي جيبي هكا هذوك سميتو وجيب التراب وغادي نعطيك ما تبقى اللي عندي غادي ندوقك منه غادي نزرعو ليك. هادشي اللي كاين حتى نخرج ان شاء الله ونجيب دوك البانيوات ونجيب معايا التراب. صافي هنا غادي ندوز وغادي نقطع الفلفله غادي نقطعها مربعات صغار، صراحه كتنفعني ملي كتكون في كونجيلاتور. وحتى في رمضان البنات راه تيبدا الثمن ديالها كتوصل حتى ل 15 درهم بالنسبه لهاد الفلفله البنات، خديتها ب 5 دراهم ب 5 دراهم. الربيع راني نقيته وغسلته راه هو كيتسقطر. البلبوله راه طفيت عليها وغادي نكمل هكا كيف ما كتشوفوا هاد التقطاع، ونقطع معاها حتى شويه ديال الفلفله خضراء نخلطها معاها، وندير شويه ديال الزيت واحد جوج معالق تاع الزيت هكا نديرها معاها نخلطها. وعاد فاش نديرها هكا في واحد البلاستيكه نديرها في واحد البلاستيكه صافي وندخلها ان شاء الله للكونجيلاتور. ايوا هادشي اللي كاين هنايا كيف ما كتشوفوا كنحط شبيكه. الصراحه ملي كنقطع بيدي ما تتسقطر من على ما حتى شي حاجه، عكس ملي كنديرها في الهاشوار كيخرج منها بلا والي ديال الماء، ما تتجي زوينه. من الاحسن انكم تقطعوها هكا هي بيديكم بلا ما ديروها في الهاشوار، لان كيف ما قلت لكم ما تتخرجش زوينه صافي كطحن كتولي كامله ماء. ورغم ذلك كندور هي واحد الدوره خفيفه صافي وتنحبس. أغلبية يكون ما مقطعش وشي حاجه صافي دابت، من الاحسن انني نقطعها هكا بيديا. وغادي نزيد حتى الفلفله الخضراء نخلطها معاهم. المهم كنتمنى ان شاء الله الروتين تاع نهار اليوم من الاعجاب ديالكم، شاركت معكم روتين ديال نهار التقضيه كيفاش كيدوز عندي، وهانتوما معايا ان شاء الله وان شاء الله غادي نشارك معكم هكا التقضيه ديال الشهر حتى هيايا من الهري ومن المرجان. صافي هنا درت واحد تقريبا واحد جوج معالق ديال الزيت. وهنايا غادي نجيب واحد نجيب هكا بلاستيكه وغادي ندير فيها هذيك الفليفله، نشوف واش غادي تهز ليا بلاستيكه ولا ندير بلاستيكه اخرى. المهم راه باقي عندي الفلفله حتى نكملها ان شاء الله، غادي نكملها وندخلها حتى هي الكونجيلاتور، نقطعها هي وفلفله خضراء وندخلها الكونجيلاتور. صراحه كتنفعني، ونحاولوا اننا كيف ما كتشوفوا نخرج الهواء من البلاستيكه، ما يبقاش ليا الهواء في البلاستيكه. صافي نبقى دابا باش ما تاخذش ليا بلاصه في الكونجيلاتور. ايوا وهذا هو الروتين تاع نهار اليوم. صافي هنا غادي نحط انا وليداتي شويه ديال البلبوله واللبن، وغادي نقول لكم السلام عليكم وشكرا لكم على الدعم وعلى الحب ديالكم وعلى اللي خطاكم عليا. وان شاء الله كيف ما وعدتكم نحيد غير روينه وانا معكم ان شاء الله، نوجدوا الشباكيه ونوجدوا البريوات نوجدوا بشنيخه، واحد الصفوف اللي كيكون اقتصادي وساهل وما فيهش بزاف ديال المقادير. صافي ها القصيريه ديالي كيف ما كتشوفوا جات غزاله. يلا بسلام عليكم، خليت لكم الراحه ونتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو جديد وفي روتين جديد. كيف ما قلت لكم هاد الفلفله حتى نساليها، والمعدات نغسلها، الربيع غادي نقطعو، والخضيره غادي نرتبها في الثلاجه. يلا بسلام عليكم، خليت لكم الراحه، ونتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو جديد ونحيد عليا هاد الروينه. يلا بسلام عليكم.